جميع المعلومات التي يتم ذكرها في قناتنا هي معلومات طبية عامة، ولا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، ولا ننصح أبدا بتناول أي أدوية أو تجربة أي وصفات دون استشارة طبية. فنحن نحاول دائما تقديم محتوى قيم عن طريق إنشاء فيديوهات سريعة بعيدا عن الإطالة بدون داعي أو الإسفاف أو الوصفات الخزعبلية. لذلك نتمنى دعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بتقديم المزيد. أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة نتكلم عن إفرازات الحمل في الشهر الرابع، ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. من الأمور الطبيعية أن تلاحظ المرأة تزايد في الإفرازات خلال فترة الحمل، كما أن إفرازات المهبل تعد من أولى الأعراض التي تدل على حمل المرأة، لأنها دليل على ارتفاع هرمون الحمل في الجسم. وتبدأ الإفرازات التي تخرج من عنق الرحم بعد مرور من 7 إلى 14 يوم من بداية الحمل، ومع مرور أيام الحمل تصبح تلك الإفرازات أكثر ثقلاً وسماكة وتبلغ ذروتها في مراحل الحمل المتأخرة. ويمكن القول بأن السبب في تلك الزيادة هو قيام الجسم بإفراز مستويات مرتفعة من الاستروجين، مما يعمل على ضخ كميات أكثر من الدم في منطقة المهبل. كذلك فإن التغيرات التي تطرق على جدران المهبل وعنق الرحم قد تكون من العوامل التي تتسبب في زيادة الإفرازات، وذلك لأن عنق الرحم يتعرض لعمليات كثيرة، منها زيادة ليونته ليسمح بتطور نمو الجنين، وبالتالي فإن ذلك يجعل الجسد يفرز كميات أكثر من السوائل المهبلية التي تخرج من المهبل، وتساعد تلك الإفرازات الإضافية في حماية جسم المرأة وكذلك الجنين من التعرض لأنواع العدوى البكتيرية الضارة. كذلك قد يكون كبر حجم الجنين في المراحل الأخيرة للحمل وضغطه على منطقة الحوض وعنق الرحم من أسباب زيادة إفرازات المهبل أثناء الحمل. ويشاع معتقدات بين النساء بوجود علاقة وطيدة بين إفرازات الحمل في الشهر الرابع ونوع الجنين، فهناك من يقول بأن الإفرازات ذات اللون الأبيض المائل إلى البني تدل على أن المرأة تحمل في بطنها جنينا ذكر، بينما في حالة كانت تلك الإفرازات تأخذ لون أبيض مشبع بالإصفرار فإنها حامل في جنين أنثى. لكن ينبغي أن ننبه أن تلك الأمور ما هي إلا معتقدات شائعة بين الحوامل وغير مستندة إلى نظريات علمية، وذلك لأنه لا يوجد أي دراسات علمية مثبتة تفيد بوجود ترابط بين إفرازات الحمل في الشهر الرابع ونوع الجنين. وتسهيلا على السيدات سوف نتوقف على بعض المعلومات عن أنواع إفرازات الحمل المهبلية الضارة لكي تتمكن المرأة من الرجوع للطبيب عند ملاحظة وجودها. وهذه الإفرازات هي: أولا إفرازات متكتلة بيضاء اللون، فإذا لاحظت السيدة أثناء حملها إفرازات ذات لون أبيض وفي نفس الوقت متكتلة وتشبه قطع الجبن القريش، فإن ذلك أمر غير صحي، حيث أنها دليل على وجود عدوى شائعة تصيب السيدات في الحمل وتسمى بعدوى الخميرة. ومن الأعراض الدالة على تلك العدوى إلى جانب لون الإفرازات وتكتلها هي إصابة المرأة بالحرقة عند الرغبة في التبول، بالإضافة إلى شعورها الدائم بالحكة، وكذلك وجود آلام غير اعتيادية عند الجماع. ثانيا إفرازات مهبلية صفراء أو خضراء، فيشير تغير لون إفرازات المرأة إلى اللون الأصفر أو اللون الأخضر في شهور الحمل خاصة إلى وجود نوع من العدوى التي تنتقل جنسيا. ومن تلك الأمراض نوع يسمى الكلاميديا أو ما يطلق عليه داء المشعرات، فيمكن أن تصاب المرأة بتهيج وإحمرار في أعضائها التناسلية، لكن في غالبية الأوقات يكون ذلك النوع من العدوى غير مصحوب بأي أعراض، وذلك طبقا لما صرح به مركز الوقاية من الأمراض والتحكم بها. وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الأمراض تؤثر تأثيرا بالغا في صحة الأم وكذلك صحة الجنين، وذلك التأثير يمكن أن يظهر بعد سنوات عديدة من ولادة الطفل، إلا أنها تعمل على تأخير نمو الطفل بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أنها قد تتسبب في إصابة المرأة بعدم القدرة على الإنجاب مرة أخرى. لذلك فإنه يجب على أي سيدة لاحظت تغيرا في لون الإفرازات المهبلية سواء للون الأصفر أو للون الأخضر أن تتجه فورا إلى طبيبتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ثالثا الإفرازات رمادية اللون، فإذا كانت الإفرازات رمادية فإنها قد تدل على وجود عدوى بكتيرية أو جرثومية لدى الحامل. تلك العدوى هي أكثر أنواع العدوى شيوعا بين السيدات خلال الحمل، وتكون مصحوبة عادة بروائح كريهة، كما أنها تنتج في الأصل لحدوث خلل في توازن المهبل البكتيري، ويجب على المرأة عدم تجاهلها لما قد تسببه لها من أضرار صحية. رابعا إفرازات المهبل البنية أو الوردية، فيقول الأطباء أنه ليس هناك صلة بين إفرازات الحمل في الشهر الرابع ونوع الجنين،
سواء كانت تلك الإفرازات بنية أو متخذة أي لون، وذلك لأن كل حالة تشير إلى أعراض طبية مختلفة ولا شيء بينها وبين نوع الجنين. وعلميا فإن إفرازات المهبل إن كانت وردية مثل لون الدم أو بنية تشبه إفرازات الحيض فهي طبيعية وتحدث لعديد من النساء خلال شهور الحمل، وذلك يكون طبيعيا في الفترة الأولى وخاصة الأسابيع الأولى للحمل، وذلك ينتج عن عملية غرس البويضة داخل جدار الرحم. أما إذا وجدت تلك الإفرازات في الثلث الأخير من الحمل وخاصة الوردية منها فهي علامة على اقتراب موعد ولادة المرأة، وتعرف تلك الإفرازات الدموية بأنها سدادة مخاطية تدل على المخاض، فهي في تلك الحالة عادية ولا داعي للقلق بشأنها. وعلى الرغم من كونها طبيعية إلا أن الإفرازات المحملة بالدم في الحمل قد تكون ناقوس خطر ينذر المرأة باحتمالية تعرضها للإجهاض، وعليه فإنه من الضروري الرجوع للطبيب المتابع لكي يقوم بتحديد ما إذا كانت تلك الإفرازات لها تأثير ضار على الحمل أم لا. وختاما فالإفرازات وزيادتها هي ظاهرة طبيعية وصحية أثناء حمل أي سيدة، وقد يختلف لونها وكثافتها من سيدة إلى أخرى، إلا أنه قد تأخذ إفرازات المهبل شكل ولون معين من شأنه أن يؤثر على صحة المرأة وجنينها. لذلك ينبغي أن تكون لدى الحامل ثقافة كافية تخص ذلك الموضوع حتى تحمي نفسها وجنينها من أي مشاكل صحية هي في غنى عنها. كما يجب أن تصبح المرأة على دراية بأن الإفرازات قد تكون نتيجة لتسرب السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين، وبالطبع فإن ذلك من أخطر الأمور على صحة واستمرارية الحمل إذا تم تكرار ذلك الأمر وعدم معالجته. أما عن سؤال هل جفاف المهبل في فترة الحمل أمر خطير، فالإفرازات الشفافة أو الرقيقة التي لا تخرج رائحة نفاذة كريهة هي من أعراض الحمل الطبيعية، إلا أن المرأة قد تلاحظ انعدام للإفرازات لفترة زمنية في حملها مما يؤدي إلى حدوث جفاف المهبل، الأمر الذي يثير القلق لدى المرأة، إلا أن الأمر ما هو إلا اختلافات في معدلات الهرمونات في الجسد. وعندما يعود الاستروجين إلى الازدياد في جسم المرأة فإن الإفرازات سوف تعود لطبيعتها بالتأكيد في حالة عدم وجود مانع صحي عند السيدة. وينبغي الإشارة إلى الأسباب الأخرى التي تسبب جفاف الإفرازات في الحمل، وهي أولا شعور الحامل بالضغط النفسي والتوتر، ثانيا استعمال الحامل للصابون المحتوي على مواد كيميائية في تنظيف منطقة المهبل، ثالثا استعمال المناديل والمناشف الورقية. وإذا واجهت المرأة أي من تلك الأعراض ينصح أن تستشير طبيبتها تجنبا للمخاطر التي قد تحدث للحمل بسبب ذلك الجفاف، حيث أن انقطاع الإفرازات يعد دليلا على انخفاض معدل الاستروجين في جسم الحامل، وهو الأمر الذي سوف يتسبب إذا لم يعالج في تعرض المرأة للإجهاض المفاجئ أو التلقائي، وذلك بسبب عدم وصول كميات الغذاء المطلوبة للجنين. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لك دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات.